وشوشة. عندنا الفترة الجاية أفراح إبليس الجزء الثاني، هو إنتاج شركة أوسكار وتأليف وإخراج أستاذ أحمد خالد أمين، وإن شاء الله يعني المسلسل أعتقد أنه مهم. وطبعا نجوم كبار يعني برضو من الناس، أنا بقول لك ربنا الحمد لله يعني ربنا كرمني انا بمثل قدام اهرامات، يعني حاجه مهمه جدا يعني. المسلسل ده بطوله النجم الكبير استاذ جمال سليمان، وفي طبعا مجموعه كبيره جدا، انا مش هقول اسامي لان هم يعني اعلام، يعني انا مش هينفع انسى فيهم حد، يعني استاذ صابرين استاذ محمود الجندي، انا مش عايز اتكلم في الاسامي يعني لان الاسامي دي كبار قوي يعني، فانا مش انا اللي اتكلم عنهم واقول اساميهم، هم اساميهم موجوده في كل قلوب كل المصريين اللي بيتفرجوا. يعني افراح ابليس مسلسل صعيدي، انا بعمل صعيدي لاول مره طبعا، بعمل دور جابر. جابر ده شخص بيسافر ويسيب بلده ويمشي وبعد كده بيرجع، في نفسه متورط في قضيه طار يعني، انه بيرجع لابوه مات وارضه اتحرقت وحاجات كده، فبيرجع بقى صراع بقى بينه وبين ان يوصل للحقيقه يعني وياخد طار ابوه. ده افراح ابليس الجزء الثاني. انا باخد راي مين؟ لا انا باخد راي اساتذتي طبعا، يعني عندي مثلا حد في حياتي مثلا زي استاذ ريمون مقار مثلا، زي مستر ريمون مقار، ده راجل منتج مهم، وهو الراجل اللي قدمني مجموعه فنون مصر، استاذ محمود عبد العزيز واستاذ كريم واستاذ الهامي واستاذ شادي، لازم اخد رايه طبعا، لازم اخد راي دكتور بيتر ميمي، لازم اخد راي استاذ تامر حمزه، صديقي المؤلف استاذ هاني كمال، لازم اخد رايه في، انا باخد اراء كتير طبعا قبل ما اقول يلا انا تمام. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org